الأهمية. أيضا بمناسبة الفساد، ما أنا بقول لحضراتكم واضح إن إحنا نرفع النهاردة شعار مكافحة الفساد. بمناسبة أيضا مكافحة الفساد، الحقيقة قاضي، أو يعني بمناسبة قضية نائب محافظ الإسكندرية، قاضي المعارضات في محكمة المعادي قرر تجديد حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية ومعها 6 آخرين 15 يوم على ذمة قضية الرشوة والتربح، حيث وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة لنظر تجديد حبسهم. الحقيقة أن نيابة أمن الدولة العليا كانت بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين كانت قررت عرض المتهمين على محكمة المعادي الجزئية لنظر تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات لاتهامهم في تورطهم في عدة وقائع فساد تشمل رشوة والتربح من وظائفهم. دي طبعا القضية اللي اتكلمنا عليها قبل كده يعني بالتفاصيل. كانت التحريات طبعا اللي اعدتها الاجهزه الامنيه، اكدت تقاضي نائب محافظ الاسكندريه السيده سعاد الخولي مبالغ ماليه وعطايا ماديه ومصوغات ذهبيه قيمتها كانت تعدت 1,000,000 جنيه من بعض رجال الاعمال مقابل استغلال سلطتها والاخلال بواجبات الوظيفه وايقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الازاله الصادره لمباني اقيمت بدون تراخيص. يعني ده نص الخبر. انا هنا الحقيقه عندي بس تعليق مهم جدا عايز اقوله. الرسائل دي كلها حقيقي احنا بنقول الكلام ده عشان ندي نفسنا امل وندي حضراتكم الامل ده. كل القضايا من هذا النوع اللي فيها حد كبير في البلد كده، حد يعني ذو شأن، منصب كبير، الناس الثقيله، ما كانش ده بيحصل زمان يعني عشان نبقى صراحه مع بعض. يعني كنت بقول لحضراتكم في الاول مين كان يصدق ان احنا بقينا دلوقتي ده قبضوا على الوزير الفلاني والمحافظ العلاني ونائب المحافظ، خلاص بقينا ده بقى بيحصل كتير كمان الحقيقه، يعني طالما في فساد. الفكره انه القضايا دي مش بس بتطهر الفساد، ومش بس كل واحد بالفعل فاسد او مهمل او مرتشي او حرامي او ايا كان ممكن الى حد ما يعتبر، يعني ربنا وحده العالم بالنوايا، ممكن يعني ربنا يهديه مثلا ممكن يبطل ده. الفكره كمان في الناس اللي لسه عندها التندنسي او النزعه انها ممكن تبدا تفسد. وعلى فكره الفساد بيبقى دايما بدايته اعذار. يعني هو جت عليا انا بس، ما البلد فيها ناس كتير قوي بتسرق، او ده انا بقبض 2000 جنيه في الشهر، اجيب انا مصاريف منين لولادي وزوجتي ولا امي ولا ابويا ولا كذا ولا كذا. دايما في محاولات لاعطاء الاعذار والحجج عشان ابدا اكون فاسد، عشان ابدا امد ايدي لفلوس حرام والحاجه مش من حقي، وابدا اعطل المواطنين مصالحهم، وابدا اعطل امور وحاجات كتيره جدا، وادي مواطن حق مش حقه، وامنع عن مواطن حق هو حقه، امنعه عنه. دي رسالة قوية جدا، رسالة قوية للفاسد اللي بالفعل موجود في منصبه وبيفسد لكن لسه ما وفاسد يعني لكن لسه ما اتكشفش، ورسالة أيضا لكل من قد تسول له نفسه أن يسلك هذا المسلك. أنا بعتقد أنها رسالة الحقيقة مهمة جدا. بس